السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. في سؤال دائما بيتكرر ونقرأ السؤال إن شاء الله، يتكرر في عدة أساليب. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زوجتي فيها سحر ما تستطيع أن تقرأ، هل تستفيد إذا قرأت؟ إذا قرأت أنا عليها 4 مرات أفيدوني؟ بارك الله فيكم. طبعا أنا جاوبته جواب وقلت له سأرد إن شاء الله. إلزم الاستغفار أخي الكريم أنت وزوجتك أولا، لكن لك ذلك أن تقرأ البقرة 4 مرات، لكن توب من الذنوب كلها. سأوسع جوابي وأفصل لك بحلقة قادمة على سؤالك إن شاء الله. هذا السؤال مهم. المشكلة وكل المشكلة، وأنتم لم تنتبهوا في سورة نوح عندما قال الله جل في علاه بعد ما تم آية الاستغفار: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنت تستهين بالاستغفار يا جماعة، أنتم تستهينوا بالاستغفار. ماذا يفعل الأعجمي الذي لا يعرف أن يقرأ عربي؟ لا يستطيع أن يقرأ. خلينا احنا بنحكي الساعة العرب، طب غير العربي مش عارف يقرأ ويستطيع أن يستغفر؟ نعم، هو يستطيع أن يستغفر، وأنت تستطيع أن تستغفر، وأمك تستطيع أن تستغفر، والختيار كله يستطيع أن يستغفر، أن يردد أستغفر الله. تتفاوت الأعداد، لكن الاستغفار هو ممحاة الذنوب. وما السحر وما الدين وما المرض وما الهم وما الكرب وما الحرب وما كل هذه إلا بسبب ذنوبنا. فإن تبنا من هذه الذنوب سيوفقنا الله لعمل نعمله حتى يرفع الله عنا هذا العقاب. والله جل في علاه يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه آية تخص الاستغفار فقط، كل شيء مربوط فيه عذاب الاستغفار سيمحى. فهل سينفع؟ أكيد ستنفع، لكن أنت ليش تروح على سورة البقرة أولا؟ لو أنك عرفت أنه السحر سببه ذنب، شو العمل؟ أني أقرأ سورة البقرة عشان إيش؟ عشان أبطل السحر؟ ما الأصل هو ذنب، أصل المشكلة هي مع الله. السحر سيمر علينا جميعا، ليش؟ كلنا كما سيمر علينا الدين. ليش؟ عشان انك انت تعرف شو معنى كلمة سحر، هاي اول اشي. طيب خلصنا، عرفنا شو معنى السحر يا معطل حياتك، عرفنا شو حسد، عرفنا كل هاي الامور لانه امور صيبتك. بعد ذلك هي من باب العقاب، انت لا تعرف الله، انت تعرف اوامر الله ولكنك تتفنن في معصية الله. الله جل في علا عمل لك مصيدي، عمل لك مصيدي بده يصيدك يجيبك اليه، يا اما هي في دين، يا إما هي في مرض، يا إما هي في سحر مش عارف تخلص منه. نعم، حتى لو ذهبت إلى الراقي، لا، الراقي لن ينفع من لم يتوب، سيبطل السحر الراقي، وبعدين يعود كمان سحر وكمان عينه كمان حسد. إلى متى هذه الدوامة؟ إلى حتى أن تتوب، حتى أن تتوب. طيب إذا أنا توبت علي أن أتوب وزم الاستغفار، فالله لا يعذب مستغفر، والله سيرفع عنك هذا السحر بالاستغفار. طيب شو سورة البقرة؟ بدي أنزل درس، سأختصر الكلام عن سورة البقرة هنا. إذا لزمت الاستغفار يرفع عنك العقاب، ما أنت متضايق، لا مش أنت مسحور بتقول أمورك معطلة، الله بالاستغفار سيرفع عنك، نعم سيرفع عنك بالاستغفار. لكن توب من الذنوب التي هي سبب السحر، أو توب من الذنوب التي هي سبب الدين، وتوب من الذنوب التي هي الذنوب، يعني إن كانت غيبة، إن كانت نميمة، إن كان قطيعة أرحام، إن كان تأخير صلاة، إن كان إنه تنبطح تحت شهوتك من الذين دخلوا في محارم الله انتهكوها، بذاءة لسان، كلمة هناك وكلمة هناك، قروض ربوية، حرام، طلاء، تكشف، عري، أعراس، أفراح، رقص، غناء، مسلسلة، كل هاي ذنوب، هاي كلها ذنوب. إذا أنت مش عارف إنها هاي ذنوب، هاي ذنوب، فهذا ما يغذي السحر الذي عندك أو الشيطان، أو يجعل السحر لا ينتهي.
ويجعل الدين لا ينتهي، ويجعل المرض لا ينتهي، ويجعل الفراق بينك وبين الأحباب لا ينتهي، وتبقى المشاكل المستمرة. إنها الذنوب، أصل الذنب إن هو الله لمنعك، فمشكلتك مع الله. لما بتتوب إلى الله وتلزم الاستغفار فالله لا يعذب مستغفر. والله قال لك ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني أنت مش معظم هذا الاستغفار. ليش؟ ليش أنت مش معظم هذا الاستغفار الذي هو عطاء من عند الله؟ عطاء إلو إن الله يغفر لك كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، شايف أنيبوا يرجعوا يعني، وأنيبوا إلى الله، مش يعني خليك على اللي أنت فيه. سورة البقرة أنا اكتسبت شيء مثلا بالاستغفار، أنا اكتسبت أرزاقي، رجعت حياتي طيبي، بدأت نعم طيبي 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 جميلي، هكذا قال الله جل في علا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم في الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعم بالاستغفار. فأنت لما أنت بتلزم الاستغفار سيرفع عنك كل عذاب، سيهديك الله إلى ضالتك. سورة البقرة هي بمثابة تثبيت المكتسبات، بتثبت المكتسبات وبتفهمك المفهوم الصحيح لمراد الله من ما من وجودك، من سر وجودك. كيف تثبت مكتسبات؟ اكتسبت أنا، بدأت الله يستجيب لي، طب أنا إنسان وعندي شهواتي، هي ستكبح هذه الشهوات. سورة البقرة، سورة البقرة ستخرجك من انبطاح تحت شهواتك إلى الفطرة السليمة. مفهوم الرزق ستأخذك سورة البقرة إلى أن تفهم مراد الله، يعني سورة البقرة ستأخذك إن شاء الله إلى الزهد. هو الزهد مش تمزع وعيك ملابس ممزقة، الزهد هو عطاء من عند الله. لما أنا حور، حور مقصورات في الخيام أو قاصرات الطرف، قاصرات الطرف تصبح قاصر الطرف، لا تنظر إلى غيرك. ما سورة البقرة لا تنظر، ما بهمنيش راكب مرسيدس، أنا سيارتي مش مرسيدس، الله ريت مبروك عليه، مع مليون دولار معي أنا دول، الله ريت ما شاء الله إن شاء الله يصير مليونين دولار. هكذا هي، أنت تصبح محب لمن حولك، مش حاقد حاسد، تعيدك إلى الفطرة السليمة، الفطرة التي فطر الناس الله الناس عليها، بترجعك إلى الزهد فيما عند الناس. تريد أن يحببك الناس، ازهد فيما عند الناس يحببك الناس. فإذا أنا بتمنى لك الخير حقيقة وأنا أريد لك الخير، كيف ممكنك تكرهني؟ إلا إذا أنت مريض. نعم أنت مريضة، عندك حسد. فسورة البقرة بتطلعك من دائرة هذا الحسد وهذا البغض وهذا الكره وهذه الأنا وهذا الانبطاح تحت الشهوة وكل الضلالات تبعتك لا تستطيعها البطلة، ولا شيء من الباطل يقترب عليك بفضل الله. وهم الصحراء البطلة كذلك، فكل باطل وكل أعمال الباطل ستبتعد عنك. فهمت؟ فإذا أنا كسبت استجابة الدعاء مش رايح أضيعه بذنب، لأن سورة البقرة ستحميني وتأخذ بجوارحي إلى يعني الاستقامة، ستأخذني سورة البقرة إلى الاستقامة، إلى حب الطاعة، إلى كره المعصية، مراقبة الله، تقوى الله، مخافة الله، بتعلي منسوب الإيمان عندي، بتقلل منسوب التيه، بتزيل التيه من قلبي. هي الحكمة، فيها الحكمة سورة البقرة، فيها التقوى التي لا يمكن أن يعلمك الله إلا إذا اتقيت الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فعشان كل مكتسبات، إني أنا استغفرت والله رزقني وقضى عني ديني، لكنك ستنجر بعد ذلك إلى الدنيا كمان مرة، وتغلط كمان أغلاط، وتذنب كمان ذنوب، فما هو ما هو الحامي لك؟ ولا شيء. إحنا ليش قلنا إحنا إذا إحنا بنستغفر مثلا 30,000 مرة مش من باب تحديد الأوراد، أنت مش شغل حالك بالليل والنهار، ما في مجال للشيطان يقول لك وقف شوي بدي أتكلم معك، ما في مجال للشيطان يوسوس لك.
فأنت بعبادي مستمر كل الوقت، يعني عندما تنهي الصلاة راجع للاستغفار، أنت مستغفر مستغفر، الشيطان ما ترك له نفس، أنت يتنفس وعشان يقول لك وقف خلينا نحضرنا فيلم. لكن عندما أنت بتقلل الورد فعندك كل الوقت أنك تسمع له ويوسوس لك ويجيبك بالأفكار. لكن أنت كلما اطلعت مثلا عذرا، يعني هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة التي لا يريد أن يعني لا أدري، هذه الحقيقة عندما أنظر إلى أنا مثلا الساعة 2 الظهر وأنا بعد 10,000 وبعد لي 20,000 مش من باب تحديد الأوراد، بعد لي ورد كبير، أنا لا أستغفر، أستغفر الله، نعم أنا أشغل طوبة لمن وجد في صحيفة استغفار كثيرة. ماذا سيفعل به هذا الاستغفار؟ سيرفع الله أني كل عذاب، كل شيء مضايقك، كل شيء مضايقك. يعني بدكم قصة؟ يلا نقول قصة. يعني بس كمان مرة أوضح، السحر مثله مثل الدين، مثله مثل المرض، مثله مثل التعطيل عن الزواج، مثله كمثل أي شيء من باب العقاب. نعم لما منتوب نلزم الاستغفار الله بغير. طيب السلام عليكم، أنا حسناء من المغرب، مؤخرا اكتشفت قناتك عن طريق أختي ودومت على الاستغفار بأعداد كبيرة لا أنزل عن 12,000، يعني 12,000 مقصود، وكان علينا دين ربوي كان مؤرقني، والحمد لله والفضل لله والاستغفار. ثم أخونا حجازي فرج علينا هذا الدين بطريقة عجيبة عن طريق صديق زوجي، اقترح عليه أن يسدد له المبلغ دفعة واحدة، وامبارح تم الحمد لله سداد الدين، والآن أنا أنتظر بقية البشائر، أولها الذرية الصالحة. يا ربي دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي أبو أحمد، أمي تستغفر 8 أشهر وهي كبيرة في السن وتحلحلت الأمور والحمد لله، وأخي في أوروبا أعطوه أوراق الإقامة بعد أكثر من 20 سنة، من 20 سنة انتظار وغربة وعذاب له ولأمي، عذاب له ولأمي، عذاب له ولأمي الحبيبة. وبعد الاستغفار والحمد لله قريبا أخي سينزل إلى البلاد، عذرا بعد الاستغفار الحمد لله قريبا أخي سينزل إلى البلاد وسيرى أمي وستضمه بعد هذه السنوات من الغربة المريرة نعم. كمان مرة أمي أبو أحمد، أمي تستغفر 8 أشهر وهي كبيرة في السن وتحلحلت الأمور الحمد لله، وأخي في أوروبا أعطوه أوراق الإقامة بعد أكثر من 20 سنة انتظار وغربة وعذاب له ولأمي الحبيبة. وبعد الاستغفار والحمد لله قريبا أخي سينزل إلى البلاد وسيرى أمي وستضمه بعد هذه السنوات من الغربة المريرة. سؤال أمي لك، هي كبيرة في السن وتريد أن تقرأ البقرة ولكنها لا تستطيع، فهي شبه أمية، فهل تواصل على الاستغفار فقط أم ماذا؟ نعم الاستغفار يا جماعة، ابدأ بالاستغفار والله سيسوقك، الله سيرفع عنك هذا العذاب. نعم الله سيرفع عنك هذا العذاب، لكن إذا أنت حابب تأخذ سورة البقرة، أنا دائما بديت أن نبدأ في الاستغفار. أنا الذي أبطل سحري الاستغفار، الاستغفار ساق لي من يبطل سحري. نعم بال2015 الاستغفار، ما كنتش يعني عندي 4 مرات سورة البقرة. جميل انت سمعت قصص عن سورة البقرة وهذا، هذا جميل صحيح، لكن مشوار سورة البقرة هو مشوار يعني كيف بقولوها أسلوب حياة، والاستغفار أسلوب حياة وهو مشوار تسير به إلى الله. نعم الله يبقي علينا أشياء عشان يأخذنا، يعني يجرنا جر إليه جل في علا، إن كان المرض إن كان الدين إن كان السحر. فأنت إذا الله يعني قرأت سورة البقرة 2 أسبوع وبطلت السحر ستعود لما كنت عليه، لكن الله بيجرنا شوي 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 شوي، الله بيفتح علينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك ترتاح، بدك تعيش مرتاح وفيش أسئلة كثيرة في راسك، يعني أسئلة مثلا نعم سورة البقرة هي عقل مدبر والتقوى، واتقوا الله يعلمكم الله، فيها العلم، فيها العلم كيف تتعامل مع الله، لماذا الله، يعني ما هي الحكمة من كل شيء بإذن الله تعالى، ليش هيك. يعني عندما تصل إلى 20 سنة يا أخي بالله عليك 20 سنة يا أخي، اختيارك أكيد معها مسبح وبتستغفر،
هذه الختيار أكيد ما حمسبح أو تستغفر كل اليوم، لكن أكيد في عندها غيبة، أكيد في عندها نميمة، أكيد بتحكي على بنتها، أكيد بتحكي على كنتها، بتتكلم نعم، ولا تلقي بال مش من بالي إنها يعني يعني تجاهر في المعصية، لا مفكرتها يعني كلام لا يحاسب عليه. فعندما توقفت وأشغلت نفسها بالاستغفار، هي ابنها صار بده يزورها في 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 يعني، والحمد لله. إذا ما الخلل بكل شيء؟ نحن نقترف الذنوب بالليل والنهار ونظن إننا ملائكة، فالسحر سيبطل بالاستغفار، والدين سينتهي بالاستغفار، والمرض سيشفى بالاستغفار، والتيه هذا الذي أنت فيه سيستقر أمرك بالاستغفار. لكن توب من كل الذنوب، لا تنسى أن تجعل صلاتك في وقتها، والمتعرية فلتلبس، والمتكشفة واللابس الضيق فلتوسع، نعم، والذي يغتاب فليتوب. كيف أنا أخرج من دائرة الحسد وعيني الفارغة التي يعني فيها حسد، فيها لماذا هو، لما مش أنا، هو أغنى مني، لماذا كل هذا؟ هذا بده سورة البقرة، مفهوم؟ لا تقلل من شأن الاستغفار. الله بيقول لك ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فلا تقلل من شأن الاستغفار أخي الكريم. الاستغفار فيه العز، فيه التمكين، فيه المال، فيه الرزق، فيه الولد، فيه الصحة، فيه شفاء من الأصهار، فيه كل شيء. لكن إن مع كل هذا أنت مصر لا تنزل عن الاستغفار بعشرة 12 ألف استغفار، أنا هذا الذي عمال أعلمك إياه. ورد أبو هريرة عش معه بعد ما تعيش مع 30 ألف استغفار وتقطف ثمار وكل شيء، وأنت تريد أن تنتقل الآن، تريد أن تنتقل لسورة البقرة ومشاغل الحياة، فسورة البقرة بالآخر بعد ما تعيش مراحل سورة البقرة الأربع أقفال وتصل إلى القفل الثالث، يعني تبطل أصهارك وتبدأ يعني أولوياتك تتبدل إلى طاعة الله وحب الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأت ترى ذنبك كأنه جبل جاثم على صدرك، وبدأت تسارع في الخيرات، وبدأت يعني تبدي أوامر الله وتمتثل لأوامر الله. هنا نستقر إن شاء الله بالآخر على سورة البقرة مرة واحدة يوميا، 12 ألف استغفار، وزد من الطاعات بالحوقلة والصلاة على رسول الله وختمات القرآن ما تشاء، والوقت طويل في بركة سورة البقرة مع الاستغفار، الوقت طويل. يعني عندك أنت سورة البقرة تقريبا 35-40 دقيقة، وعندك الاستغفار احنا نجعله كل اليوم، بس لو أنا بدي أختصر الاستغفار بساعة، ساعة هاي ساعة وساعة هاي ساعتين، وين باقي اليوم؟ عندك تقرأ قرآن، يعني نعم عندك تقرأ قرآن، عندك الله يسلم إن شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني عندك تقرأ قرآن وعندك تتعبد الله كما تريد وهكذا. فما ما لكن أول شيء تخصص يعني تخصص مثلا في الاستغفار حتى تعرف وتبلغ الآية. ما نهاك الله إلا ليعطيك ويعلمك.